مساء الخير يا شباب، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا هلا وغلا بعد رجوع لعبة بيس 2017 الأصلية بعد غياب. الفيديو ده كان مطلب رئيسي في الكومنتات بعد ما نزلت فيديو شرح عن طريقة تحميل لعبة بيس 2013 الأصلية، وفيديو شرحت فيه طريقة تحميل لعبة بيس 2019 الأصلية، والفيديوهين دول موجودين على قناتي التانية، هسيب لكم لينكهم في الكومنتات للي عايز ينزل بيس 2013 واللي عايز ينزل بيس 2019 الأصلية بالتعليق العربي. في الفيديو ده بقى هعرفك ازاي تحمل بيس 2017 بالتعليق العربي. اعمل لايك للفيديو ويلا بينا. اولا هنروح على الموقع ده علشان نحمل اللعبة، وهسيب لك لينك الموقع في التعليق المثبت اسفل الفيديو. هنروح للموقع، ننزل لتحت، تحت كمان هنا هنلاقي متطلبات تشغيل بيس 2017 للكمبيوتر، واللعبة هتشتغل معاك على ويندوز 10، ويندوز 7، ويندوز 8، وهتشتغل معاك بامكانيات متوسطة سواء كارت شاشة متوسط او رامات 4 جيجا، ويفضل يكون رام 8 جيجا علشان اللعبة ما تقطع معاك. وبعد كده هتنزل لتحت هتلاقي تحميل اللعبة ومكتوب فوق النسخة الأصلية من بيس 2017، هتضغط تحميل اللعبة للكمبيوتر. بعد كده هتستنى الشريط ده يكمل وبعدين تحميل، وتستنى ملف التحميل يظهر، وبعد كده تحدد مكان تنزل فيه اللعبة في أي بارتيشن بعيد عن السي. وخد بالك من الجملة دي، بقولك بعيد عن السي لأنها بتسبب مشاكل كتير جدا لناس كتير جدا في تشغيل اللعبة. وبعد كده تضغط تحميل، ولما يخلص التحميل هننتقل للخطوة التانية وهي فك الضغط عن اللعبة. هتروح تفك الضغط، وبعد كده تستنى عملية فك الضغط تنتهي ومش هتاخد معاك وقت. وبعد ما تنتهي ويخرج ملف بيس 2017، هتروح تسطب وتبدأ عملية التسطيب بالترتيب زي ما أنا هعمل، وهتضغط هنا على المربع ده وتعلم صح علشان التسطيب يكون أسرع معاك علشان المساحة بتاعة السي، وهتختار تسطب اللعبة في أي بارتيشن بعيد عن السي برضه، وبعد كده نيكست، وتستنى عملية التسطيب تخلص، وغالبا هتاخد معاك وقت. فيفضل تسيب اللعبة بتسطب براحتها، وكله بيعتمد على سرعة جهاز الكمبيوتر عندك. بعد انتهاء عملية تسطيب اللعبة هتضغط فينش، بعدين هتستنى كل ده يعلم صح وتعمل اغلاق. بعد كده هيظهر معاك برنامج الدايركت اكس، وهتضغط نيكست وبعدين فينش. هيظهر معاك البرنامج ده هتعلم في المربع ده، وهتضغط انستول وبعدين كنسل، وهيظهر البرنامج ده. واول ما يخلص هنروح على لعبة بيس 2017 علشان نعمل اعدادات التحكم الخاصة بدراعات البلاي ستيشن اللي هنلعب بيها. طبعا هتلاقي العملية عندك في المهلبية، والأزرار كل زر مكان التاني، فاحنا هنعدل ده لأنها مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدا قبل ما تبدأ تشغيل أي لعبة، سواء بيس 2013، بيس 2017، بيس 19، أي بيس. المشكلة دي بتواجه ناس كتيرة جدا وهنحلها دلوقتي، وهي إن كل زرار بيشغل مكان التاني، زرار الباص بيرفع والشوط بيباصي وهكذا. فاحنا هنروح بالماوس وهنبدأ نضغط على زرار الباص وندوس على باص، وبعدين زرار العرضيات وندوس، وزرار السرو وسرو، وزرار الشوت ونشوت، ونعرف زرار السرعات كمان علشان كل حاجة تبقى تمام معانا. وما تنساش تضبط إعدادات شاشة اللعبة على حسب حجم الشاشة عندك في الكمبيوتر أو اللابتوب، وندوس اوكي ونروح نفتح اللعبة سواء من داخلها او من على الديسكتوب. وقبل ما نفتح اللعبة هنعمل الخطوة دي علشان بيس 2017 تشتغل معانا بدون ما نحتاج اذن بالدخول عليها وموافقة كل ما نيجي نشغل اللعبة، ونضغط اوكي ونفتح اللعبة ونستنى اللعبة تفتح. ومبروك عليك لعبة بيس 2017 الاصلية بحجم صغير بالجرافيك
خرافي أصلي بالشكل الممتاز وكل حاجة جميلة موجودة، كل المزايا نفس بيس 2017 على البلاي ستيشن بالظبط، مفيش أي تغيير نهائي. هنروح للخطوة اللي بعد كده وهي إننا نشوف ونتأكد من وجود كل الفرق. الدوري الإنجليزي كل الفرق تمام موجودة، بعد كده الدوري الفرنسي والأسباني كل الفرق، ونختار ريال مدريد وبرشلونة ونشوف خطة اللعب والتشكيلة بتاعة ريال مدريد وبرشلونة. اللعيبة هنا كلها موجودة بشكل طبيعي، وريال مدريد وبرشلونة تشكيلتهم كاملة متكاملة. وبعد كده هنعمل إعدادات ما قبل المباراة في بيس 2017. بعد كده يا باشا صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضغط لايك للفيديو، ويلا نروح نفعل التعليق العربي الخاص بفهد العتيبي في بيس 2017، ونروح على نفس الموقع اللي حملنا منه بيس 2017 وهنلاقي تحميل التعليق العربي. هنعمل نفس الخطوات اللي حملنا بيها اللعبة ونحمل التعليق، وبعد كده التعليق ينزل عندنا، هتفك الضغط عن التعليق، وبعدين هندخل على الملف ده هتلاقي تعليق فهد العتيبي وتعليق رؤوف خليف لبيس 2017. اختار التعليق اللي يعجبك، انا هختار فهد العتيبي، وهاخد الملفات دي كوبي، وهنروح على الملف ده في اللعبة ونعمل لصق لملف التعليق. بعد كده هنفتح بيس 2017 ونروح على اعدادات اللعبة وننزل عند لغة اللعبة ونختار التعليق العربي ونخرج، وكل حاجة هيتم حفظها. بعدين نروح نبدأ مباراة علشان نشوف ونتأكد ان التعليق العربي اشتغل معانا. ومبروك عليك لعبة بيس 2017 الأصلية بالتعليق العربي لفهد العتيبي بجرافيك خرافي، أشكال لعيبة وأرضية ملاعب ممتازة. حقيقي بيس 2017 من أفضل الألعاب اللي عملتها بيس، وفيها تفاصيل ممتعة أقرب إلى الحقيقة. ونروح نعمل آخر حاجة، نزود سرعة اللعبة وكده. شكرا قوي. باقي خطوة واحدة بس هتعملها تحسبا لو اللعبة ما اشتغلتش معاك، وانا بقول لك تحسبا لو اللعبة ما اشتغلتش معاك وحصل فيها اي مشاكل، مش عايزك تقلق، انا سايب لك رابط قناة التليجرام فيه ملف لحل جميع مشاكل الالعاب والبرامج على الكمبيوتر. هتروح تحملها وتسطبها. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتروق على الفيديو زي ما انا روقت عليك في الفيديو، وتكتب لي في الكومنتات حابب شرح عن انهي لعبة في الفيديو القادم. ان شاء الله في فيديو جديد قادم عن طريق تحميل بيس 2018 الاصلية بالتعليق العربي. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، واشوفكم على خير.